طبعا مؤتمر هالمؤتمر هذا كثير مهم، خاصة لجهة الطلاب انه يتأكدوا انه في اكريديتيشن لليونيفرستي تبعهم. هيدي اكثر بتخليهم طبعا يتحمسوا لانه يفوتوا على جامعات اكريديتد وورلد وايد. بالاضافة لهيك طبعا هيدي كثير مهمة على الصعيد العملي لسوق العمل، لانه كمان صار سوق العمل المتطلبات فيه ريكوايرمنتس كمان مرتفعه، صاروا حريصين على انه ياخذوا موظفين من جامعات معترف فيها اكاديميه. فمشان هيك كثير مهم موضوع المؤتمر هذا. نحن اليوم نعرف انه مع العولمه اليوم الانسان بحد ذاته صار، والشركات كمان هن انترناسيونال ان كان بسكوب اوف ورك تبعهم بالاكتيفيتيز او حتى الاشخاص بحد ذاتها. تعتقد اذا اليوم بدنا نرد على السؤال يلي بيطرحه هالمؤتمر، accrediting business school is a necessity or a trend بالنسبه لك؟ It's both. It's a trend because worldwide most of the respectful business schools are looking for accreditation. بالإضافة لهيك it's necessity مثل ما ذكرت قبل شوي لسوق العمل كمان. فالطلاب حريصين صاروا أكثر وأكثر عم بيصيروا حريصين على إنه يفوتوا على جامعات معترف فيها دوليا، وبالتالي بتسهل لهم الدخول لسوق العمل بالشركات المهمة طبعا الكوربريتس والى آخره. وبالنسبة لوجودك معنا بجامعة إيزاك، شو رأيك بهالمبادرة اللي أخذناها واللي عم ننظمها؟ كتير مهمة، بتمنى لكم التوفيق ونطلع على طبعا مؤتمرات أكثر وأكثر بهالمجال هذا. كلك ذوق، ثانك يو لوجودك معنا، وي ويش يو ا فيري سكسسفل داي. ثانك يو.